منتصف نهار جديد من القاهرة، وفي المنتصف نتجول بكم في عالم الأخبار والتقارير والأحداث، وفي المنتصف أيضا نستكشف ما يدور في قارات كوكبنا ونتعمق فيه بالرؤية والتحليل، وفيه نتحرى حقيقة الخبر حيثما كانت، من أذربيجان التي أعلنت إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلقي أنطونيو غوتيريش تقريره للدورة السنوية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى فلسطين المحتلة حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين في الضفة الغربية. وأخيرا نتعرف على ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تلميح إيلون ماسك إلى فرض رسوم طفيفة على استخدام منصة إكس. أهلا بكم في منتصف النهار، أنا مروة فهمي، والآن نستعرض سويا عناوين حلقة اليوم من منتصف النهار. أذربيجان تعلن إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا. أنطونيو غوتيريش يلقي تقريره للدورة السنوية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأخيرا قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية. نبدأ مع أول مواضيع حلقة اليوم في منتصف النهار، حيث أعلنت أذربيجان اليوم الثلاثاء إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناغورنو كاراباخ، وكانت مواجهات جديدة اندلع بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين اثنين في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين. وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان لها، تم إطلاق إجراءات ذات طبيعة موضوعية لمكافحة الإرهاب من أجل ضمان أحكام البيان الثلاثي وإحباط استفزازات واسعة النطاق في منطقة كاراباخ الاقتصادية ونزع سلاح تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية وضمان انسحابها من أراضينا وتحييد قواتها العسكرية وتوفير سلامة السكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم وأفرادنا العسكريين واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من يريفان دكتور إبراهام كاسبريان، مدير جينيسيوس للأبحاث. أهلا بك دكتور إبراهام معنا في هذا المنتصف. لو تسمح لي أن أدخل معك في صلب الموضوع، بعض التحليلات تحاول الربط بين تلك العملية العسكرية الأذرية وبين تدريبات إيجل بارتنر 2023 الأمريكية الأرمينية التي انطلقت بالتأكيد في أرمينيا أمس، هل تتفق مع هذه التحليلات نوعا ما؟ بالتأكيد لا أتفق، لأن العملية العسكرية التي شنتها أو الهجوم العسكري الذي يشنه أذربيجان ضد إقليم ناغورنو كاراباخ هي السياسة التوسعية وسياسة المذابح التي تتبناها أذربيجان بعد حرب 44 يوم قبل ثلاثة أعوام. نعلم بأن قصف مدينة ستيبانكيرت، العاصمة ستيبانكيرت في ناغورنو كاراباخ، قصف البناء التحتية والأطفال والنساء والشيوخ
هي متابعة للسياسة الإجرامية التي تتبعها أذربيجان ضد الأرمن الموجودين في جمهورية ناغورنو كاراباخ. لا أعتقد بأن العمليات العسكرية أو التدريبات العسكرية الأمريكية مع الجيش الأرميني هو السبب الوحيد أو السبب الرئيسي. أرمينيا تتعامل مع الناتو بعد إعلان استقلالها عام 1992، يعني ليس هناك أي مبرر لاتباع هذه السياسة بالقول بأن أرمينيا تود أن تعمل صلات مع حلف الشمال الأطلسي. لهذا السبب أذربيجان تعمل هكذا. نحن نعلم بأن السياسة التركية في هذه المنطقة، في منطقة جنوب القوقاز، هي ولكن السياسة، يعني هذا النزاع مستمر منذ فترة طويلة. لماذا هذه العملية العسكرية في هذا التوقيت تحديدا؟ هذه العملية هي عملية إرهابية. أذربيجان تعلن بأن هذه العملية هي ضد الإرهاب، لكن بعد سياسة الحصار المجحف الذي دام أكثر من 9 أشهر، نحن على أول الشهر العاشر، ضد إقليم ناغورنو كاراباخ. ليس هناك لا كهرباء، لا غاز، ولا إنترنت، ولا شيء. ما في ولا شيء في كاراباخ. أذربيجان تحاصر أكثر من 9 أشهر إقليم ناغورنو كاراباخ، وهذه السياسة العدوانية التي تتبعها الآن هي استكمال لسياسة الجرائم بعد الحرب ضد الشعب الأرمني الموجود في ناغورنو كاراباخ. هذه السياسة هي مدعومة من تركيا. تعلمون بأن رئيس وزير الدفاع ووزير الخارجية التركي قبل قليل صرح بأن تركيا تدعم أذربيجان في كل سياساتها ضد الشعب الأرمني، وإنها تقف مع الدولة الأذربيجانية. ونحن نعلم بأن هذه الدولة هي دولة فاشية، دولة أذربيجان، لاستكمال المجازر التي اتبعتها خلال السنين الماضية ضد الشعب الأرمني. لا، دعني أتحدث من الناحية أو المصالح التجارية والاستراتيجية التي تحدثت عنها. عفوا، أي المصالح؟ طيب اسمح لي، لأني لم يعد لدي وقت، يعني مضطرة أن أنتقل الآن إلى نيويورك، حيث يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. معدل الأمطار في 24 ساعة، وتحطم السد بعد سنوات من الحرب والإهمال، وخسروا كل ما يعرفونه. حتى الآن إذ نتحدث هنا، ما زالت الأمواج تلقي بالجثث من البحر المتوسط الذي يتشمس فيه الأثرياء على يخوتهم الفخمة. درنا انعكاس حزين لواقع عالمنا، فيضان من انعدام المساواة والظلم ومن العجز عن مجابهة تحدياتنا. أصحاب الفخامة والسعادة، عالمنا أصبح مضطربا ومشوشا. التوتر الجيوسياسي في تصاعد، والتحديات العالمية تتزايد، ونبدو عاجزين عن الاتحاد للاستجابة. نواجه اليوم طائفة من التهديدات الوجودية، من أزمة المناخ إلى التكنولوجيات المدمرة، ونواجهها في وقت من الانتقال الفوضوي. خلال الحرب الباردة كنا ننظر إلى العلاقات الدولية من منظور قوتين عظميين، وبعد ذلك جاءت مرحلة أحادية الأقطاب. أما الآن فننتقل إلى عالم متعدد الأقطاب، وهذا إيجابي في مناح كثيرة، إذ يأتي بفرص جديدة للعدالة والتوازن في العلاقات الدولية. ولكن تعددية الأقطاب لوحدها لا تضمن السلام. في بداية القرن العشرين كانت أوروبا تملك
تملك سلطات كثيرة وكانت متعددة الأقطاب، ولكنها كانت تفتقر إلى مؤسسات متعددة الأطراف قوية، وأدى ذلك إلى الحرب العالمية الأولى. إن عالما متعدد الأقطاب يحتاج إلى مؤسسات متعددة الأطراف فعالة وقوية، إلا أن الحوكمة العالمية عالقة في الزمن. ويكفي أن ننظر إلى مجلس الأمن وإلى منظومة بريتن وودز، فهي تعكس الواقع الاقتصادي والسياسي الذي كان سائدا في العام 1945 عندما كانت دول كثيرة في هذه القاعة ما زالت تحت الهيمنة الاستعمارية. العالم قد تغير، إلا أن مؤسساتنا لم تتغير معه، ولا يمكننا أن نعالج المشاكل بفعالية إذا لم تعكس المؤسسات واقع العالم كما هو اليوم. وبدل حل المشاكل تتحول هذه المؤسسات إلى جزء من المشكلة، والواقع أن الفجوة تتسع، الفجوة بين السلطات الاقتصادية والعسكرية، والفجوات بين الجنوب والشمال وبين الشرق والغرب. ونحن نقترب من الصدع الكبير في النظم الاقتصادية والمالية والعلاقات التجارية، صدع كبير يهدد الإنترنت المفتوح الواحد مع استراتيجيات متباينة في وذكاء اصطناعي واحتمال تضارب بين الأطر الأمنية. حان الوقت لكي نجدد المؤسسات المتعددة الأطراف بالاستناد إلى الواقع السياسي والاقتصادي في القرن 21 بشكل تقوم فيه على المساواة والتضامن والعالمية وعلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ذلك يعني إصلاح مجلس الأمن بما يتوافق مع عالم اليوم، يعني كذلك إعادة تصميم الهيكل المالي الدولي لكي يكون عالميا بحق، ولكي يكون بمثابة شبكة أمان عالمية للبلدان النامية التي تواجه مشاكل. لا تراودني أي أوهام، فالإصلاح مسألة قوة، وأعرف أن ثمة أجندات ومصالح متضاربة، ولكن البديل عن الإصلاح ليس الوضع القائم، إن البديل عن الإصلاح هو المزيد من التجزئة، إما الإصلاح وإما الانكسار. في الوقت نفسه تتسع الهوة كذلك ضمن البلدان، فالديمقراطية تتعرض للتهديد والاستبداد في تقدم، كما أن التفاوت يتعاظم وخطاب الكراهية في تفاقم. إذا كل هذه التحديات وأكثر، أصبحت التسوية كلمة قذرة. عالمنا بحاجة إلى حنكة سياسية وليس إلى لعيبة سياسية. وكما قلت في اجتماع مجموعة العشرين، حان الوقت لتسوية عالمية. السياسة هي تسوية، والدبلوماسية هي تسوية، والقيادة الفعالة هي تسوية. يطلع القادة بمسؤولية خاصة في التوصل إلى تسوية لبناء مستقبل مشترك من السلم والرفاه لمصلحتنا جميعا. أصحاب الفخامة والسعادة على مدى العام الماضي بينا أهمية العمل متعدد الأطراف مع اتفاقات عالمية جديدة حول حماية التنوع البيولوجي وأعالي البحار، حول الخسائر والأضرار المناخية، وحول الحق في بيئة نظيفة صحية ومستدامة. نملك كل الأدوات والموارد للتصدي لهذه التحديات المشتركة. ما نحتاجه هو العزم، والعزم هو في الحمض النووي للأمم المتحدة، وهو ما لخصناه في كلمات الميثاق الأولى. نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا إنهاء ويلات الحرب، آلينا على أنفسنا إعادة التأكيد بإيماننا بحقوق الإنسان وإعلاء العدالة واحترام القانون الدولي. تابعنا جانبا من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي ألقاها أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ننتقل إلى موضوع آخر في حلقة اليوم بمشاركة أكثر من 140 أو يعني تتوالى الأخبار حول هذا الموضوع. بمشاركة أكثر من 140 من قادة العالم انطلقت فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وخلال هذه الفعاليات يجتمع رؤساء الدول والحكومات في الأمم المتحدة لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر الفعاليات لمدة أسبوع في محاولة لإنقاذ الأهداف الطموحة لمساعدة السكان الأكثر فقرا في العالم، في وقت تواجه فيه الدول الأكثر ضعفا حزمة من الأزمات والنزاعات.
تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك ياسر. بداية، ما هي الملفات المتوقعة طرحها في هذه الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو سيتم التسليط الضوء عليها بشتى الطرق؟ مروة، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أقف الآن داخل يعني أروقة الأمم المتحدة. هذه الدورة كما تفضلت هي 78. هناك ملفات غاية في أهمية، هناك أيضا أحداث كثيرة. هذه الأحداث تتمثل في غياب 4 من الدول أو زعماء وقادة الدول دائمي العضوية في الأمم المتحدة، أو تحديدا في مجلس الأمن روسيا تغيبت، وهو تغيب يعني كان متوقعا. فرنسا تغيبت، الصين أيضا تغيبت، كل هذه الدول قد تغيبت من الحضور. لكن بالنسبة للملفات مروة، هناك ملفات بدأت بالأمس، كان التنمية المستدامة والتي يرأسها الأمين العام أنطونيو غوتيريش كانت هي يعني الأولى الافتتاحية في هذه المسألة. تطرق أنطونيو غوتيريش بأن العالم يواجه صعوبات كثيرة مثل الجوع. هناك 6 ملفات داخل هذه النقطة. يواجه العالم مسألة المجاعة في دول كثيرة، أيضا مسألة التعليم، هذه نقطة غاية في الأهمية تحدث عنها غوتيريش، وأيضا التحول في مجال الطاقة النظيفة. هناك تأخر كبير كما يقول الرجل بأنه الدول لابد أن تتجه إلى الطاقة النظيفة. أيضا قد لام كثيرا غوتيريش بالأمس مروة الدول الكبيرة التي لابد وأن تضخ أكثر من 500 مليار دولار سنويا داخل الأمم المتحدة والجمعية العامة كي تستخدمها في التنمية المستدامة للدول الأكثر فقرا. اليوم هو اليوم الثاني لهذه يعني الجلسات رفيعة المستوى. ولكن قبل أن آتي إلى اليوم مروة، دعيني أقول لك بأن بالأمس أيضا كان هناك لقاءات هامة للغاية لبعض وزراء ورؤساء وملوك الدول، منها على سبيل المثال وزير الخارجية المصري سامح شكري كان له لقاء هام مع نظيره البريطاني، وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين. أيضا تناول يعني الأحداث الجارية في السودان وفي ليبيا. أيضا للسيد سامح شكري كان أيضا له ترأس لاجتماع وزراء الخارجية العرب، هذا الاجتماع نيابة عن وزير الخارجية المغربي، كان هو رئيس هذه الدورة وكان المفترض، ولكن تغيبه جعل وزير الخارجية المصري يترأس هذا الاجتماع. كان هناك أيضا للسيد سامح شكري لقاء هام للغاية مع نظيره الألباني وأيضا نظيره من أيرلندا. بعد ذلك اليوم بدأ بهذه الكلمة لأنطونيو غوتيريش، وهي كلمة متوقعة، حيث أعني بذلك مروة أنه يدافع عن هذه المنظمة أو هذه المؤسسة الكبيرة الأمم المتحدة، والتي لها الكثير من التساؤلات كيف لا تقوم بدورها. وهو يحاول أن يدافع عن هذه المؤسسة، دورها هو استبداء، أن يتم السلام في العالم، أن تقوم بحل المشكلات بطريقة سلمية. ولكن عدم يعني الدول الكبيرة عدم دفع الأموال لمساعدة الدول الصغيرة، أو حتى مسألة عدم الانصياع كما يحدث في مجلس الأمن، وهو قال هذا المثال بأن بطبيعة الحال الحرب الأوكرانية الروسية هي من أولويات هذه الدورة، وهذه نقطة غاية في الأهمية، حيث أنه سوف يكون هناك يعني لقاء. يعني ياسر اسمح لي أن أسألك الآن، غوتيريش يتحدث عن الانقسام الموجود في السودان والأزمة السودانية التي يعيشها أهل السودان منذ فترة، منذ أبريل الماضي يعني، ويمكن أن تتحول إلى حرب أهلية. هل سيتغير المشهد؟ هل من يعني من المتوقع أن يتغير المشهد بعد هذه القمة أو بعد هذه الاجتماعات الموجودة في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
هو يعني الخبر الجيد في هذا الأمر أنه هناك أنباء أن غدا سوف يكون هناك اجتماع لمساعدة السودان وجمع أموال لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، ولكن يعني دعينا نكون أكثر صراحة في أن الحل يأتي كما تحدث أكثر من مرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يأتي من داخل السودان صحيح. أنفسهم الشعب السوداني لابد أن يقف مع نفسه أولا، ثم تأتي المؤسسات بطبيعة الحال، وكما نبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه لابد من عدم التدخل الخارجي. لكن بالنسبة أيضا رجوعا إلى سؤالك مروة، الملفات الكثيرة، هناك ملفات لمدة أسبوع كامل، هناك ملفات اجتماعات رفيعة المستوى سوف تكون عن المناخ، وهناك أيضا عن الصحة العامة في العالم، هناك ملايين الأشخاص في ربوع العالم ليس لديهم أي تأمين صحي، أيضا هناك جلسات حول مرض السل، هكذا سوف تكون يعني الجلسات المتعاقبة من اليوم وبالأمس، سوف تنتهي اليوم يعني كلمات بعض الدول، سوف تأتي بعد أنطونيو غوتيريش سوف تأتي كلمة رئيس هذه الدورة الرئيس دينيس فرانسيس، هو رئيس هذه الدورة، ثم بعد ذلك تأتي كلمة الرئيس البرازيلي أيضا في هذه النقطة، يأتي بعدها أو الكلمة الرابعة سوف تكون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذه نقطة أيضا تقودنا إلى أن بايدن سوف يتقابل مع زيلينسكي، ولكن ليس في الأمم المتحدة، لكن سوف يتم هذا اللقاء في واشنطن لبحث يعني الأمور كيف تسير في أوكرانيا، والمساعدات الأمريكية يعني التي يقدمها جو بايدن من الخزانة الأمريكية، والتي عليها الكثير من الأحاديث في يعني الجمهوريين. ياسر، دعني أسألك عن المظاهرات سريع، عن المظاهرات الحاشدة في شوارع نيويورك، يعني وتطالب بتعزيز الإجراءات ضد تغير المناخ، وما ذكرته قبل قليل أن هذه من أهم الملفات المطروحة في هذه الاجتماعات، يعني طبيعة هذه المظاهرات حتى الآن، هل يمكن أن يكون لها أثار أو يمكن أن تصل إلى يعني تحقيق المطالب التي تريد تنفيذها؟ مروة، هذه المظاهرات هي يعني أو هذه الدورة أو هذا التوقيت لنقل السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة هي فرصة يعني الطلبات الفئوية أو الطلبات حتى عالمية والمهتمون بقضايا المناخ وقضايا الوقود الأحفوري، تقصدين هذه النقطة؟ بالفعل كان منذ يومين تقريبا كانت هناك مظاهرة حاشدة تتحدث بأنه يجب الامتناع عن استخدام الوقود الأحفوري، هي هذا يندرج تحت يعني تغير المناخ لمجرد أيضا. أن بطبيعة الحال نعم، هذا يقودنا أيضا إلى التصحر من الأسباب التي يعني القطع الجائر للأشجار واستخدام الفحم واستخدام حتى البترول واستخدام الغاز الطبيعي، كل هذه الأمور على الرغم أنها تفيد الإنسان بشكل جزئي ولكنها بالفعل تضر البيئة. هذه الطلبات يحاول يعني المحتجون أن يوصلوا يعني أصواتهم لداخل الأمم المتحدة والجمعية العامة، وهي بالفعل مدرجة تحت يعني اجتماع رفيع المستوى، وتحدث غوتيريش أكثر من مرة على هذه المسألة والتغيرات المناخية، وهو من هذا المنطلق المسألة المادة ومسألة الدول الغنية المسؤولة في الأساس عن هذا التغير المناخي وهذا التلوث الذي يأتي على يعني من الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا، هم المسؤولون في المقام الأول عن كل هذه الأمور، والتي يحاول أنطونيو غوتيريش أن يأتي بهذه الأموال، وحتى أنهم يتخلفون في مثل يعني الدفعات التي يعني يدفعونها إلى الأمم المتحدة. ياسر، يعني قبل قليل غوتيريش يتحدث عن وضع نظام للطوارئ قد يغير لمواجهة الكوارث وما يحدث في العالم، كيف يمكن أن يغير ذلك ما نقابله من مشاكل ومن أزمات في حال تم تنفيذه؟
مروه، هذه نقطة غاية في الأهمية، حيث أننا تابعنا يعني مؤخرا الزلازل التي تمت في المغرب على سبيل المثال، وأيضا الإعصار الذي حدث في ليبيا. كل هذه الأمور حدث وراءها بعض الأقاويل بأنها مفتعلة، وراءها يعني مجهولون، وراءها بعض يعني التكنولوجيا الحديثة بالطريقة التي يحاول أنطونيو غوتيريش أن يقدمها، قد تكون على أساس علمي، قد يكون هناك أيضا صندوق لدعم هذه الدول والتي يتخلى عنها بعض يعني الدول الكبرى. على سبيل المثال ليبيا إذا يعني أخذت كمثال، الجارة الشقيقة لها مصر قامت بدعمها بشكل كامل، ولكن هناك دول كثيرة في العالم، دول كبرى وتحسب على المجتمع الدولي بأنها كبرى، وأنها أيضا حتى من يعني دول مجلس الأمن الدائمة العضوية، ولكنها لم تقدم إلى ليبيا مثلما قدمت مصر وقدمت الإمارات على سبيل المثال، وقدمت بعض الدول العربية. إذن هذه الآلية التي يحاول أنطونيو غوتيريش أن يعني يستحدثها، إذا ما تمت بطبيعة الحال سوف يكون لها لجنة، هذه اللجنة سوف تقوم بالبحث وسوف تقوم بتقديم الأموال الفورية لهذه الدول التي يعني تعاني من الكوارث الطبيعية. نعم ياسر، فيما يتعلق قبل قليل ذكرت مصادر التمويل وخطط التنمية المستدامة، ما هي مصادر التمويل إذا توضح لنا، وإذا كان هناك خطط بالفعل يتم تنفيذها للوصول إلى الهدف المطلوب؟ مروة، مصادر التمويل هي في المقام الأول من الدول الغنية أو الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ألمانيا، الصين، كل هذه الدول لها. ياسر، حتى الدول العربية أكثرها إن لم يكن جميعها، كل على حسب استطاعته. هذه الحصص تقدم إلى الأمم المتحدة حتى يستخدمها، على سبيل المثال اليونيسيف تستخدمها في مثل هذه الكوارث، تستخدمها في يعني المناطق المنكوبة حول العالم. هناك تقصير كبير من الدول العظمى في تقديم هذه الأموال والتأخر. يعني من العجيب أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لنقل مجازاً أنها سيدة العالم وهي الدولة الأولى في العالم، هي أيضاً تتأخر في دفع هذه يعني الحصص الخاصة بها، وهذا ما يؤثر بطبيعة الحال على فكرة مساعدة يعني الدول المنكوبة أو حتى الدول النامية. نعم ياسر، شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل. كان معنا مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك ياسر نور الدين. إلى الملف الثالث من هذا المنتصف، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين في الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب بمدينة الخليل واعتقلت 3 فلسطينيين، كما اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرى في قلقيلية واعتقلت 3 فلسطينيين بعد مداهمة عدة منازل، كما اعتقلت شابا في مدينة نابلس بعد اقتحام منزله، وآخر من البلدة القديمة في القدس المحتلة. والمزيد تنضم إلينا من رام الله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك ولاء، ما هي آخر المستجدات لديك بخصوص الاعتقالات والمداهمات اليوم، وما هي التهم التي وجهتها قوات الاحتلال للمعتقلين؟ هي ضمن سياسة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال لاقتحام المنازل الفلسطينية ومداهمتها واعتقال الفلسطينيين. بالأمس تحدث أو صباح هذا اليوم تحدث نادي الأسير عن اعتقال 8 فلسطينيين، ذكر من بينهم 3 فلسطينيين من مخيم العروب وأيضا من قريتي إمتين وعزون، وأيضا في مدينة نابلس كان هناك اقتحام لإحدى المنازل الفلسطينية واعتقال شاب، ونتحدث أيضا في القدس المحتلة. إذن هذه السياسة هي لم
يعني تنتهي لدى سلطات الاحتلال. كل يوم من الأيام التي تمضي على الأراضي الفلسطينية يوجد الكثير من الاعتقالات بحق الفلسطينيين. أما بالنسبة للوائح الاتهام، يذكر أن قوات الاحتلال تقول أن هؤلاء الشبان قد يعني متهمين من ضمن الشبان الذين تم اعتقالهم سابقا لديهم بأنهم قاموا بإطلاق النار على الحواجز العسكرية المقامة على الأراضي الضفة الغربية. وأيضا يعني قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هؤلاء الفلسطينيين أيضا شاركوا في العمليات، عملية عليا التي أصيب وقتل فيها إسرائيليين. ونتحدث عن العديد من العمليات التي حدثت في الضفة الغربية من الشمال وحتى الجنوب. نتحدث أيضا عن قريتي عزون وأيضا إمتين قامت بمداهمة المنازل الفلسطينية. وأيضا في قرية عريفة أخذت قياسة لثلاثة منازل، وذلك تمهيدا لهدم هذه المنازل من قبل سلطات الاحتلال. يذكر أن سياسة الهدم قد باشرت فيها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2023 ولغاية الآن، وأخذت العديد من القياسات للمنازل الفلسطينية لهدمها لمشاركة بعض الفلسطينيين حسب ادعاء القوات الإسرائيلية بأنهم شاركوا في أعمال إطلاق نار وأيضا قتل الإسرائيليين في العمليات التي يعني كانت قد مضى عليها أكثر من شهور. ولكن التحقيقات الإسرائيلية مستمرة لمطاردة الفلسطينيين حسب ادعائها واعتقال كل من تدعي عليهم سلطات الاحتلال، ويكون هناك اعترافات بأن هؤلاء قد شاركوا في هذه العمليات سواء من إطلاق نار وقتل الإسرائيليين. يعني ولاء، في ظل المداهمات المستمرة والاعتقالات المستمرة، ما هو رد فعل الأهالي والفصائل الفلسطينية على عمليات الاعتقال في الأراضي المحتلة؟ يعني سياسة الاعتقال التي باتت واضحة لدى الفلسطينيين، يعني لا يوجد لدى الأسر الفلسطينية ما تقوله سوى أنه يمكن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين يعني دائما ما يكون هناك اعتقالات بحق الفلسطينيين. الآن ورد هذا الخبر العاجل بأن قوات الاحتلال أقامت حاجز على عطارة وأيضا اعتقلت فلسطيني من يعني مركبته وهو متجه إلى بلدته. هذه الاعتقالات باتت مستمرة سواء على الحواجز العسكرية ومداهمة المنازل واقتحام المنازل، كل هذه حسب ادعاء الإسرائيليين بأنهم مطلوبين للأمن الإسرائيلي. هذا فيما يخص رد فعل الأهالي. ماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ ما هو ردها على ما يحدث؟ نعم، الفصائل الفلسطينية تدين بشكل كبير هذه الاعتقالات المتزايدة واليومية بحق الفلسطينيين. لربما تكون هناك وقفات في المدن الفلسطينية ردا على سياسة الاعتقال سواء الإداري وغيرها من الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال. يوم الثلاثاء بالتحديد يكون هناك دائما عند هيئة شؤون الأسرى أو حتى وقفات تضامنية مع الأسرى أمام الصليب الأحمر لفك أسر الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال، وتضامنا أيضا مع الأسرى الثلاثة الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام. تحدثت قبل قليل عن الصليب الأحمر، لو تحدثنا يعني بشرح أكبر عن دور الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية في متابعة حالة المعتقلين الفلسطينيين. نعم، يعني دائما الصليب الأحمر ما يكون هناك بالعادة تصاريح ويصدر التصاريح اللازمة للفلسطينيين والأهالي لزيارة أقربائهم داخل سجون الاحتلال. هذا ما يقوم به دور الصليب الأحمر. ويمكن يعني أيضا بعض المؤسسات الحقوقية تقوم بتقديم الشروحات لدى الصليب الأحمر عن الحالات الصحية لدى الأسرى المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال. ما تقوم به الصليب الأحمر يعني هو يعني نبذة صغيرة عن ما تقوم به، ولكن يجب أن يكون لها دور أكبر بالعناية وتقديم يعني المساعدة ويد العون للأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال. ولا، ما هي استراتيجية السلطة الفلسطينية والجامعة العربية لدعم المعتقلين والضغط على إسرائيل بشأنهم؟ يعني هذه تعتبر أولوية للقيادة الفلسطينية، الإفراج عن المعتقلين كافة في سجون الاحتلال سواء الإداريين وغيرهم والأسرى المرضى، وتعطي الأولوية الكاملة لهؤلاء الأسرى. ولكن المجتمع الدولي هو مجتمع أصم، لا يمكن التحدث عن
ما يريد الفلسطينيين ولا يريد أن يسمع ماذا يريد الفلسطيني وحتى القيادة الفلسطينية للإفراج عنهم. يعني خلال السنوات السابقة كان هناك فيروس كورونا منتشر وكان هناك مطالبات للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ولكن التعنتات الإسرائيلية باتت واضحة لدى الفلسطينيين وبالأخص القيادة الفلسطينية بعدم الإفراج عنهم، حتى وإن كان هناك أسرى يعني مرضى ويعانون الأمرين داخل سجون الاحتلال. تقول قوات الاحتلال لا يمكن الإفراج عن هؤلاء الذين يعني قتلوا الإسرائيليين حسب ادعائها. ولا السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بعد أن استعرضنا معكم هذه الأخبار التي نقلناها لكم من كل قارات العالم، نتوقف قليلا مع فاصل ثم نعود إليكم لاستكمال باقي فقرات البرنامج، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج رسوم إكس بعدما ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس إلى أن الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقا بتويتر لن تبقى مجانية. هذا وقد قال ماسك أن الشركة تنتقل إلى فرض رسوم شهرية صغيرة مقابل استخدام المنصة، مبينا أن مثل هذا التغيير سيكون ضروريا للتعامل مع مشكلة الحسابات الآلية على المنصة. وعلى إثر ذلك تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما ألمح إليه مالك منصة إكس. وأول تعليق معنا اليوم من إياد الحمود الذي قال: أنباء عن نية إيلون ماسك فرض الرسوم على جميع مستخدمي تويتر، ومن لا يدفع لن يتمكن من الدخول للمنصة. ومن جانبه قال أحمد الرحيلي: فرض الرسوم على جميع مستخدمي منصة إكس، ومن لا يدفع لن يتمكن من الدخول للمنصة. وتساءل: هل لو تم فرض دولار واحد في الشهر ستستمر المنصة أو ستغادر منها؟ فيما غرد عمر الجهني قائلا: الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حلف أنه يسترد ثروته من تويتر، يعني راح يجعل إكس تويتر اشتراك إلزامي. رأى حسن في هذا الموضوع عبر تغريدته: إيلون ماسك قد يجعل استخدام وتصفح منصة إكس مقابل اشتراك باي وول بتكلفة قليلة جدا على حد وصفه، فإذا طبق الفكرة منصة إكس سوف تخسر نسبة ضخمة من مستخدميها، إذ أن الدولار أو الدولارين والتي لا تمثل شيئا في الدول الغربية تمثل مبلغا ذو قيمة في الدول الفقيرة كالدول الآسيوية والإفريقية، والتي يمثل مستخدموها نسبة كبيرة من متصفحي ومستخدمي منصة إكس. آخر تغريدة معنا اليوم من خالد الذي قال: إيلون ماسك ينوي فرض رسوم على جميع مستخدمي تويتر، ومن لا يدفع لن يتمكن من الدخول للمنصة. استعرضنا معكم اليوم مجموعة من التغريدات حول ردود الفعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس إلى أن الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقا بتويتر لن تبقى مجانية بعد الآن. للمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا من عمان دكتور أشرف بن محمد، خبير سياسات واقتصاديات التكنولوجيا. أهلا بك معنا سيدي في هذا المنتصف. بداية، ما هي عواقب فرض الرسوم على منصة إكس، وما هي ردود الفعل حتى الآن من قبل المستخدمين؟ أعتقد ردود الفعل جميعها سلبية. إحنا متعودين، المستخدمين متعودين لمنصات التواصل الاجتماعي إنه نموذج العمل لديها مبني على خلينا نحكي الوصول المفتوح والوصول المجاني لهذه المنصات. وبنفس على الطرف الآخر أيضا شركات الإعلانات
هي التي تدفع جزء كبير من خلينا نحكي أرباح أو تمول أرباح هذه الشركات. إلى الآن إذا بنطلع على تويتر، تويتر إله أو إكس، منصة إكس لها حالة خاصة، لأنه أكبر عدد من المستخدمين يعني حوالي 95 مليون هم مستخدمين من الولايات المتحدة، خصوصا في ظل خلينا نحكي تراجع الإعلانات على تويتر أكثر من 60% وتراجع أرباحها اللي كانت السنة الماضية حوالي 4.4 مليار دولار. فهذا بيولي الضغط على الشركة أكثر من موضوع خلينا نحكي الحسابات الآلية زي ما تفضلتي. فبعتقد لن يكون من السهل على إدارة تويتر التحول، حتى لو كان الرقم أرقام بسيطة، حتى لو بنحكي عن أرقام بسيطة جدا، ليس من السهل عليها التحول إلى منصة، وخصوصا في ظل إنها رأت أيضا الاختلاف في عدد المستخدمين عندما وفرت الخدمة خلينا نحكي البريميوم أو المدفوعة على هذه المنصة. فأعتقد أنه ستكون من الصعوبة بمكان، وإلى الآن يعني بشكل عام قوبلت برفض سواء بالولايات المتحدة وهي أكبر سوق لتويتر أو إكس، وكذلك الاتحاد الأوروبي. نعم، يعني نفهم ما الذي يحاول إيلون ماسك أن يقوم به؟ هل هي محاولة أيضا لإثارة الجدل وسلسلة إثارة الجدل التي شاهدناها خلال يعني الفترة الماضية، أم هي محاولة لتعويض الخسائر كما يمكن أن يقال وما حدث في تويتر الفترة الماضية؟ نعم، هي دراسة للخيارات، هي فقط نعتبره فحص للسوق، مدى جاهزية السوق خلينا نحكي أو تقبل السوق لهكذا أفكار. فهو جزء من فحص آراء الناس وفحص ردود فعل المجتمع ضمن سيناريوهات تضعها منصة إكس لدراسة وإمكانية فعلا فرض رسوم على هذه الحسابات لتعويض جزء من تراجع العائدات التي تحصل عليها تويتر. ولكن هذا الفحص هل يمكن أن يعني سيكلفه الكثير؟ لأنه جميع المستخدمين، لا نريد أن نعمم، بعض المستخدمين سيتجه إلى بعض المنصات الأخرى وسيكون هناك استقطاب آخر لهذه المنصات. إلى أي مدى يمكن أن يكون يعني خسارة لإيلون ماسك ما يقوم به من قرارات ومن اتخاذ لأمور أخرى ممكن أن نشاهدها على المدى القريب؟ بعتقد زي ما تفضلتي هو صرح ولم يتخذ القرار. اليوم في الفرق بيناتهم كبير، اليوم هذا التصريح يساعد منصة تويتر على فهم كيف يفكر الناس إذا تم فرض هذه الرسوم. وإذا بتتذكري زي ما تفضلتي وبتعرفي أنه إيلون ماسك بيحب الإثارة وبيحب هذه السيناريوهات، وهذه ليست المرة الأولى. أيضا تراجع سابقا عندما قال أنه جميع الحسابات يجب أن تكون موثقة وجميع الحسابات الموثقة يجب أن تدفع، ولكن لحد اليوم عدد المشتركين في الحسابات الموثقة لا يتجاوز 860 ألف مستخدم من أصل 550 مليون مستخدم. فهي زي ما تفضلتي هي تمثل تحدي. إذا طلعنا أنه أصلاً في الأصل ترتيب تويتر كأكثر منصات استخداماً هو رقمها 15، لكن الأكثر معرفة الناس بتعرف عنها وتسمع بها ترتيبها تقريباً 7 في السمع، لكن كاستخدام هي ترتيبها 15. فستكون تحدي كبير إذا تم فرض هذه الرسوم، وخصوصاً خلينا نحكي في المناطق أو الدول ذات خلينا نحكي معدلات الدخل المتدني. والدول بدنا ناخذ كمان في عين الاعتبار انه هنا سيكون تغير كبير في نموذج العمل لدى تويتر. يعني دعني اقول لك ان هناك مثل باللغه العاميه، ما فيش دخان من غير نار، يعني انه لا يقول شيء. اعتدنا على إيلون ماسك انه ينفذ ما يقول، وهي ليست محاوله لجث النبض او لجث النبض كما يقال، يعني دائما ما ينفذ. ولكن هناك حاله من التذمر على مواقع السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي مما يقوم به منذ فتره. صحيح، اكيد ما في دخان بدون نار، هذه سيناريوهات يتم دراستها، واكيد واحده من الادوات ل خلينا نحكي تو مونيتايز او انه تو اللي عشان يحول المستخدمين الى مصادر دخل، هذه واحده من الادوات التي يمكن استخدامها. لكن لا اعتقد انها من السهوله بمكان اتخاذ هذا القرار الان واتخاذ هذا القرار بهذه السرعه. اعتقد انه واحده من الادوات او السيناريوهات التي يتم الرسم لها،
زي ما بتعرفي حضرتك يعني اليوم إذا بتطلع على كل التحليل عالميا هي مجرد تسريبات تتحدث عن هذا الموضوع وسيناريوهات يمكن لتويتر من خلاله أن تعوض جزء من 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 خسائرها بسبب نقص الإعلانات. أعتقد جازما أنه يوجد لديهم العديد من السيناريوهات الذين يتم الآن دراستها، وليس هذا هو السيناريو الوحيد. أعتقد في إمكانيات أخرى ونماذج عمل مختلفة يتم دراستها الآن لتويتر، لأنه تويتر من البداية إكس، منصة إكس من البداية، من لما بدأت تويتر كان هناك تحدي بالنسبة للشركة في موضوع الاستدامة المالية وفي تحقيق الأرباح وتحقيق التقييم الذي تتمناه الشركة. نعم، طيب ابقى معي سيد أشرف، أذهب سريعا إلى مؤتمر لوزير الدفاع الأمريكي ورؤساء الأركان المشتركة بشأن الأزمة الأوكرانية في ألمانيا، نتابع سريعا. دبابات M1 ستصل إلى أوكرانيا عما قريب، وكذلك هي قدرات أساسية تنضم إلى دبابات ليبرد الموجودة على الأرض، ونحن أيضا نبدأ بعمليات التدريب للأوكرانيين لقيادة مقاتلات F-16. كل ذلك يظهر أن التزامنا لدعم أوكرانيا طويل الأمد. دول أخرى أيضا قدمت مساعدات لأوكرانيا على المدى القصير وعلى المدى البعيد. هولندا، الدنمارك والنرويج أعلنت مؤخرا عن رغبتها بتقديم طائرات F-16 لأوكرانيا والالتزام بأمن أوكرانيا على المدى الطويل. واليوم استمعنا أيضا إلى بولندا التي قدمت لأوكرانيا منذ الاجتماع الماضي معدات أساسية كناقلات الجند ومدرعات مختلفة. والسويد في الشهر الماضي أعلنت عن رزمة عسكرية جديدة تضم الذخائر وقطع الغيار بقيمة $300 مليون. وأمس أعلنت ألمانيا عن رزمة قدرها $400 مليون من الذخائر والمعدات وقدرات أخرى أساسية. نحن عززنا أيضا صناعتنا لنلبي هذا الطلب ولن نتراخم. اليوم أطلب من الوزراء لأن يجدوا الذخائر الضرورية لأوكرانيا لنتأكد من أننا نقدم كل ما في وسعنا لتحضير أوكرانيا للشتاء القادم. وفي هذا الوقت أيضا دعمنا على المدى الطويل لأوكرانيا سيستمر ويتطور عبر قدرات ائتلافنا. كما قلت بدأنا التدريب على قيادة مقاتلات F-16 وسنساعد أوكرانيا في تعزيز قدراتها الدفاعية للمستقبل. أدرك تماما إذ نجتمع هنا إن الرجال والنساء الشجعان في أوكرانيا يحاربون ويموتون على الجبهات على يد المجتاح الروسي. القوات الأوكرانية تظهر القوة الأخلاقية للأحرار، يدافعون عن نفسهم أمام الاستبداد. وأنا أحيي قوات أوكرانيا الشجاعة ونحن ندعمهم. حرب أوكرانيا هي من أهم قضايا العالم في أيامنا هذه. الحرب ليس فقط حرباً لإنقاذ ديمقراطية واحدة، بل هي حرب لعالم لا يمكن فيه للمستبدين أن يعيدوا رسم الحدود. هي حرب لنتجنب الاستبداد والفوضى، وهي حرب لعالم تطبق فيه القوانين وتحترم الحقوق ويعاقب المعتدي. أوكرانيا لديها قضية حقيقية، وكما قال الرئيس بايدن دعمنا لأوكرانيا لن يتزعزع. كلمة أخيرة، سأعطي الكلمة إلى جنرال ميلي.
كما فعلته في الاجتماعات الأربعة عشر الماضية، ولكنه هنا للمرة الأخيرة كرئيس هيئة الأركان المشتركة أريد أن أشكره لقيادته وللشغف الذي جاء به لاجتماعات هذا الفريق. سنفتقد خبرتك ومهنيتك والتزامك. شكرا لكل ما قمت به لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في حربها من أجل الحرية، وشكرا لحياتك الطويلة من خدمة لا متناهية للولايات المتحدة الأمريكية. الجنرال ملي للمرة الأخيرة في رامشتاين، الكلمة لك. تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الأمريكي في ختام اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية. بالتأكيد نشكر ضيف الفقرة الأخيرة الذي كان معنا دكتور أشرف بني محمد، خبير سياسات واقتصاديات التكنولوجيا، على كل هذه التفاصيل التي أعدها لنا. شكرا جزيلا لك. والآن وصلنا إلى نهاية المنتصف من هذا النهار. انتظرونا غدا قبل ساعة من الآن في مثل هذا الموعد من هذا النهار. نترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.